في الفيديو الأشهر لحضرتك بعد مباراة طلاع الجيش لما فزت على الزمالك، وساعتها حضرتك انفعلت كده بالبكاء وقلت أنا ربنا نصرني، وده انتشر جدا وبقى كوميك وبيستخدم في الرياضة وغير الرياضة، يعني بقى شهير جدا. حضرتك لما بتشوفه على السوشيال ميديا بيبقى إيه الانطباعك يعني؟ والله بصي، أنا طبعا يعني أنا دمعت في كنت بتحكي، لأن الموقف ده كان صعب جدا بالنسبة لي. إن أنا ليه يا كابتن كنت مضغوط ليه كده؟ جدا. عارفة أنت لما بتتهمي بأشياء مش موجودة وبعدين يحصل العكس، فبتحسي بأن فعلا ربنا نصرك، أنت كنت مظلومة. يعني ساعتها كانوا بيقولوا أن حضرتك هتفوت المباراة للزمالك بالمعنى البلدي كده يعني. وكانت طلعت على بعض المدربين منهم أنا يعني. أنا قريت بقى في اليوم ده كومنتات يعني مش عايز أقولك قهرتني من جوه. ليه بقى يا كابتن؟ ايه اللي ده تقال؟ حاجات تمس الـ 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 الامانه والاخلاق يعني كل شيء حاجة. انا قريت كومنتات على الفيسبوك، ظلم يعني، ظلم حاجات عمري في حياتي ما شفتها ولا سمعت عنها. واتهام بقى في الذمه، واتهام في حاجات كتيره جدا جدا جدا. فقلت يا رب، يعني انت عالم ان انا دايما بحب شغلي وبتفانى فيه، حتى لو بلعب قدام الزمالك اللي هو النادي اللي عملني. الشغل شغل يعني، طبعًا حضرتك مش بتحط اعتبارات خالص. ده يعني وابقى سعيد جدا، ببقى سعيد ان انا كسبت الزمالك وكسبت الاهلي. ده فوز لحضرتك انجاز شخصي يعني بالزبط. صحيح، وانا عايز اعمل اسمي يعني. مفيش التفويت ده برضو، عشان الناس دايما تقول ده هيفوت وده هيفوت وده هيفوت. ده شغل يعني، ما ملوش دي ولاد على السوشيال ميديا بتبقى لجان الغرض تقليل من سين او صد من المدربين سواء زمالك او اهلي او اي نادي تاني. لكن مفيش مدرب بيعمل كده، استحاله. انا هقول للعيب ايه؟ انا هخش اوضه اللبس اقول لهم يا جماعه انا رايح فوت الماتش. لا يا طارق، ايه النهارده مقعد فلان وفلان وفلان وفلان؟ طب انت حضرتك ما تعرفش ان فلان ده مصاب وفي ثلاث انذارات وفي واحد مثلا جه متاخر، في واحد ما تعرفش دواخل التيم ايه اللي انا استبعدت فينا اللعيبه دي؟ صحيح. فلما كسبت الماتش جالي المراسل بيتكلم معايا، فانا عارفه الشريط ده كله رجع معايا، رجع قدامي كده، كان قدامي بقى كله بالليل. انا ما نمتش اليوم ده. انا يوم المباراه دي والله من العظيم اكتر المباريات، انا صليت الفجر وقعدت ادعي ان ربنا ينصرني، بس يعني يخرجني من الموقف ده بـ 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 بحاجه ترضيني انا. فصليت الفجر وقعدت لغايه الساعه 7 8 الصبح ما نمتش، مش عارف انام. وبعد كده نمت لي ساعتين كده، وبعد كده رحت رايح على الغدا بقى والمحاضره وبتاع، ورحنا الماتش. فلما كسبت الماتش كنت مضغوط جدا جدا. فهو بيقول لي كابتن طارق ومش عارف ايه وبتاع، فانفعلت، فجيت بقول له، فقلت ربنا نصرني. فزي ما تقول طلع بقى، طلع كل الشعور بقى يعني، حتى كل الـ 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 المواقف على السوشيال ميديا لما بيحتاج الموقف ان هو يتركب على فبيجيبوا اللقطه دي. صحيح يعني. طب فرحان يعني برغم ان انا كنت حزين ساعتها، لكن ومضغوط طبعا جدا يعني. تخيليش يا استاذ دينا ان انت بتتهمي في ذمتك وضميرك من عيال صغيره على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا عيال صغيره ما يعرفوش طريقه ده لعب ايه. حضرتك مسؤول عن فريق كبير، ويعني ده مش بس مجرد، احنا مش بنلعب يعني خماسي يعني. انا عايز اقول لحضرتك الماتش ده والله العظيم، الماتش ده اعتقد، لا ده كان في السويس، الماتش ده كان في السويس اعتقد. لا في ماتش كنت كسبت الزمالك فيه برضه. طب ما حضرتك بتكسب الزمالك هو عادي يعني. لا مع الجيش برضه. انا دخلت لقيت سيادة المشير طنطاوي رحمه الله عليه قدامي، هو زملكاوي. انا حضنت وقعدت اعيط يعني. هو سلم عليا فما قدرتش بقى، حسيت بنصره كده يعني. سلم عليا انا من كتر ما هو، رغم انه زملكاوي يعني، وانا عارف انه زملكاوي جدا رحمه الله عليه يعني، فحضنته وقعدت اعيط على صدره. لو عندي اللقطه دي على فكره بعتوها لي في ده من 2019 حضرتك لسه متاثر بيها يعني. يعني شايفه تاثر في عينين حضرتك ولسه. يعني اقول لك على حاجه، انا الواحد دايما بيراعي ربنا في كل شيء. صحيح. بيعمله الحمد لله بفضل. لكن لما تتهمي في ذمتك
وضميرك وشغلك دي بتبقى قاسيه جدا عليك. طبعا اكيد كده. انا زملكاوي وانا اقول انا مش زملكاوي، انا زملكاوي وبحب الزمالك وبحب الزمالك يكسب، بس انا في نفس الوقت برضو لما بشتغل في نادي بحب، ولما بشتغل مع الزمالك ما انا بتفنن ان انا زمالك يكسب.